انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش انا ما بتفرش معايا مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناها على اليوتيوب. اكثر من مليون مسيحي في مصر، مليون ومية وستين الف اصبحوا مسلمين او تأسلموا او تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الان. طبعا دلوقتي هي نمره واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. تعاون مع الكنيسه وشوف ولادك طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. فضلا وليس أمرا، الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصلكم كل جديد، جزاكم الله خيرا. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. النهاردة هنكشف النقاب عن حقائق خطيرة وهامة تخص علاقة رحومة بالقس أنجيلو السعد اللي اتولد في محافظة البحيرة بمصر. بعد رسامته على يد قداسة البابا شنودة الثالث انتقل للخدمة في كندا وأصبح معروف بنشاطه التنصيري. في حلقتنا هنكشف خداع رحومة وإهامه للنصارى بأنه بيقوم بتسجيلات مع عابرين لجمع التبرعات. هنستعرض تعليقات المتابعين اللي بتدافع عن أنجيلو السعد، زي واحد كتب دفاعا عنه بعدين رجع وقال ان الصورة مش هي صورة أنجيلو السعد. وهنعرض تسجيل حصري بينه وبين سكرتيرة رحومة ميرفت بنيوتي اللي بتؤكد علاقته بالقس أنجيلو السعد ونشاطه في أعمال السحر. كمان هنلقي الضوء على انتشار السحر في الكنائس وازاي بيتم استخدامه للسيطرة على شعب الكنيسة، وهنوضح الفرق بين التنصير والكرازة، وهنعرض نماذج لأخلاق المتنصرين اللي تم كرازتهم باسم المسيح، منهم نجلاء الإمام، محمد حجازي، محمد رحومة، وسعيد أبو مصطفى اللي قاموا بأفعال مشينة وإهانات للإسلام. دي كانت مقدمة سريعة للي هتشوفوه في حلقتنا النهاردة. الحلقة دي مليانة مفاجآت وحقائق صادمة هتخليكم تفكروا مرتين قبل ما تصدقوا أي كلام. تابعونا لآخر الحلقة علشان تعرفوا كل التفاصيل وتفهموا حقيقة رحومة وإزاي بيخدع الناس. شكرا لدعمكم المستمر ويلا بينا نبدأ الحلقة. أول تعليق من أتباع أنجيلو السعد قال: حرام عليك الكلام ده، أبونا أنجيلوس راجل محترم ومسن، فهو الآن فوق الثمانين، حرام عليك الكلام اللي بتقوليه ده، هو رجل الله ولا غير ذلك، اتق الله ويوم الحساب هتقدمي عن الكلام ده إلى الله، اتق الله. هنا بيدافع عنه دفاع مستميت وبيقول إن الراجل ده راجل محترم وإنه رجل الله، على أساس يعني إن القساوسة اللي باين تحقيقتهم قبل كده وبالأدلة ما كانوش رجال الله. والغريبة إن نفس الشخص بعد ما كتب التعليق ده ودافع عنه باستماتة كتب تعليق تاني عكس ده تماما، قال فيه: هو انتي مش عارفة، انتي حاطة صورة واحد وبتقولي اسم واحد تاني خالص، يا شيخة اتق الله. فيا ترى هل ده غباء ولا جهل؟ الأول دفعت عنه وقلت إنه راجل محترم وفوق التمانين وده معناه إنك عارفه كويس، وبعدين تيجي في التعليق التاني بتنكر إن صورة الشخص ده مش هو أنجيلو السعد. طيب يا عديم الفهم زي ما وصفك كتابك، هتشوف دلوقتي سيرة ذاتية من موقع الأنبا تاكلة وفيها صورة لأبوك أنجيلو السعد اللي أنت مش عارف تدافع عنه ومتخبط. الاسم بالإنجليزية ريفرند فازر أنجيلوس ميخائيل سعد، تاريخ الميلاد 29 يناير 1950، مكان الميلاد البحيرة مصر، الاسم العلماني دكتور فيليب ميخائيل سعد، الدراسة كلية الطب جامعة الأسكندرية، رشحه أبونا تكلى لبيب للكهنوت، تاريخ الرسامة 3 سبتمبر 1978. الرسامة بيد قداسة البابا شنودة الثالث
يوم رسامته كاهنا هو نفس يوم رسامة القس إبراهيم عطية، القس بيشوي واصف، القس ميخائيل عزيز. بعد الرسامة قضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يوما في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقام المعلم إبراهيم عياد بتسليمهم الألحان. الخدمة في كنيسة الأنبا تكلا هيمانوت القبطية الأرثوذكسية الإبراهيمية الأسكندرية مصر. انتقل بعدها للخدمة في كنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس ميساساجا كندا. الاسم في الرتبة الأولى القس أنجيلوس ميخائيل سعد، يعرف أيضا بالخارج باسم أبونا أنجيلوس سعد. وعلشان تعرفوا علاقة رحومة بالمدعو أنجيلوس سعد، أفكركم بالتسجيل اللي كان بيني وبين سكرتيرة رحومة ميرفت بنيوتي. يا ماما يعني بصي امبارح بابا رحومة قال لي في أبونا من ايه من كندا، ابونا اسمه ابونا انجيلوس في كندا، بس الاسم ده ما يتعرفش بعدين اكيد. بصراحه ما اقدرش اعرف حاجه زي دي واخبيها على الناس. انت قلتي للي ما سمعش المقطع كويس ان في قسيس في كندا اسمه انجيلوس شغال في التنصير وبيجيب لهم عيالهم كمان. وبعد البحث عرفت من موقع مسيحي اسمه الاقباط اليوم اللي بيعرف الناس مين هو القمص انجيلوس سعد، بيقول عنه انه كاهن كنيسة العذراء مريم والبابا أثناسيوس ميسيسوجا بكندا، وان اسمه بالميلاد فيليب ميخائيل مواليد 1950 من محافظة البحيرة مصر. تتجلى ثمار خدمته بحسب الأستاذ مدحت عويضة مدير تحرير جريدة الأهرام الكندي في انه استطاع ان يجلب لميسيسوجا حوالي 25% من اعداد كل المهاجرين لكندا، فاصبحت ميسيسوجا معقل الاقباط في كندا. بس الكلام ده بقى خلوه في سركم علشان ميرفت ما تزعلش مني. بيقول ده اكتر واحد بيسعى يجيب الحالات دي وبيجيب ولادهم من مصر، بيعملهم حاجات تبع الانجريشن تتابع اللي هي موضوع النبوء، بيعملهم ورق معين. طيب والاعتراف ده كافي جدا علشان يوضح ان للأسيس ده نشاط تنصيري وكمان على علاقة برحومة وكمان ليه في أعمال السحر. وطبعا محدش يقول ازاي رجل الله يكون ليه في السحر. هقول لكم ابسط مثال على رجالكم اللي بيمارسوا السحر، مكاري يونان اللي اتكلم عنه الانبا بيشوي ورجال دينكم، وقالوا ان السحر منتشر في الكنيسة من خلال القساوسة والكهنة. يقول ان هم بتوع السحر، لا السحر عندنا اكتر بصراحة كده. بصراحة عندنا رهبان بيشتغلوا في السحر، وعندنا أمامسة وقصوص بيشتغلوا في السحر، وعندنا يعقوب الخزامي كان بيشتغل لمسة متخصصين في السحر، والحكاية يعني ضربة خالص. واحد بيقول ما رأي قدسك في قسيس اسمه كذا في مدينة كذا، مش هقول الأسامي، بيشتغل في الأعمال والسحر ونصب علينا ومزعل نيافة الأنبا برام. سيدنا الأنبا برام الورقة اهي، خدها عندك عشان في يوم من الأيام تشتكيه ويتوقف عند حده تقريبا. وكل الشخصيات بعلاقتهم الشديدة مع الشياطين، ففي بستان الرهبان تحت عنوان الأنبا باخوميوس أب الشركة توجد قصته وبعض من أقواله من صفحة 42 إلى صفحة 52 في كتاب بستان الرهبان معروف، وأنا قريت لك منه كتير وهو قدامي دلوقتي. ذكر الشيطان 19 مرة، وذكر السيد المسيح له كل المجد مرة واحدة فقط. تعال نشوف كتاب بستان الرهبان اللي طالع من بني سويف. انت ما تعرفوش يا اخوانا ان الاسيس
في الكنيسة بيتعامل مع الجن وبيطلق الجن على المسلمين وده اللي انتم مش قادرين تفسروا بيه او حنان اقول احنا بقى انتم ما كنتوش قادرين تفسروا. في ناس كتير قوي تعبانة وبتروح للدكاترة ومش لاقي علاج والدكاترة مش عارفين الدكاترة مش عارفين ايه الحل. الدكتور من دول بيعمل اللي عليه ولسه مش عارف الحل, بيقول لك خلاص انا المورس لفظ حمار غلط فيها يعني. فكل ديت سحر مطلوب من الكنيسة. وكان بيبقى العجيب لان في بعض الناس ما عرفش اذا كانوا عارفهم ان السبب في كده الكنيسة ولا لا, كان في ناس من المسلمين كانوا بيجوا الكنيسة او كانوا بيروحوا يعني الكنيسة عشان يعالجوا اللي تعالج بنتها من السحر واللي بتعالج بنتها من الحبل والكلام ده كله. وللاسف يعني خليني بقى برضه اقولها بصراحة, كان بيحصل حاجات مش كويسة في الكنيسة خصوصا للست اللي هي داخلة بتشتكي من قلة الحمل. يعني هي متجوزة بقالها فترة وما بتحملش فبتروح عشان يتعمل لها عمل في الكنيسة, وكان بيحصل حاجات مش كويسة في الكنيسة ومفيش داعي نتكلم عنها لان هنا في برضو بنات محترمات وكده فمفيش داعي. بس الخلاصة لو فعلا عايز تنصح قريبتك او قريبك او قل له ما يتعاملش مع الكنيسة خالص. فوجئ بيه جاي قسيس, هذا السكرتير كان بيمارس السحر وكان معروف عنه انه بيمارس السحر. فدخل عندنا البيت قال لي يا استاذ سليمان انت مش عارف انا مين؟ قال له انا عارفك. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ قال له انا اترسمت قسيس مش تبوس ايدي؟ قال له انا ابوس ايدك انت؟ وشنطة الكتب السحر اللي تحت باطك دي لسه في ايدك وانت قسيس؟ كان عنده شنطة سودة كده يحط فيها كتاب السحر. قال له ده يبقى كهنوت باص لما انت تبقى قسيس. وفعلا عملوا قسيس, انتوا عارفين فين؟ كنيسة دميانة اللي في الورديان دي. كانت كنيسة دميانة دي كنيسة صغيرة كده مهدودة قديمة وما كانش حد راضي يجي فيها من الأسس, وجه واشتهر وبقى شغال بالسحر على ودنه ويقول لهم هوريكم مين الاشطر الشيخ ولا القسيس. وكانت عمايله سودة في مسألة انه يقدر يوقع الناس ويجيبهم تحت باطه ويوريهم حبة حركات من الحاجات السحرية اللي بتعلموها في الدير, بيتعلموا السحر في الدير. ولازم يكون عنده قدر من الافعال السحرية عشان يركع الشعب, عشان الشعب يركع يقول لك ابونا ده عليه الروح القدس, ده شفت ده عارف اللي بيحصل في بيتنا, ده مش عارف ايه. فكانت صدمات والدي عقله تبرجل فعلا. الحكاية ضربة خالص, والسحر منتشر علشان يسيطروا على شعب الكنيسة, والسحر بيخدم الكهنة لأنه بيخلي الشعب يركع لهم ويتاهم طاعة عمياء بدون تفكير بسبب الأعمال السحرية. نرجع تاني لموضوع التنصير الخاص بالقمص أنجيلو السعد. لما كتبت في منتدى القناة وقلت انتظرونا في الفترة القادمة لتسليط الضوء على النشاط التنصيري للقمص أنجيلو السعد, جه واحد نصراني وكتب تعليق وقال هي الكرازة باسم السيد المسيح بقى اسمها نشاط تنصيري؟ مش الكرازة دي كنت انتي وكل مسيح مطالبين بيها بأمر من السيد المسيح له كل المجد الذي قال اذهبوا للعالم أجمع للكرازة باسمه؟ ألم يقول رب المجد كما أرسلني الآب أرسلكم أنا؟ وقال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد أما الروح فليس لهم سلطان عليها. طلب منهم السيد المسيح له من الكل كل كرامة وحب وإكرام وتقدير واحترام أن يكرزوا باسمه, أن يعلنوا الحق ويثبتوا في الحق للموت. كنت أنت مطالبة بها لكن رحت لطريق الظلام والهلاك. لما الشيوخ بياخدوا المسيحيين الإسلام ويساعدوهم ويصيروا ينشروا الإسلام ويجيبوا في ناس للإسلام ويساعدوهم بيمر ده كله عادي بسماح ورضا. لكن لما المسيح يعمل اللي انطلب منه من ربه وسيده تقوله تنصير؟ لا, ده طاعة لكلام المسيح له المجد. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. قد سبق ربنا يسوع المسيح أن أعلن الحق للموت, وما طلبهم من المؤمنين المختارين ينبغي أن يفعلوه. ويا ويل لكل من كان معصرا في طريق الحق, فكل من يسقط على هذا الحجر يتهشم وإن سقط هو عليه يسحقه. الشخص ده بيعترض على لفظ عبارة نشاط تنصيري وبيسميه كرازة.
هنا لازم نفرق بين المصطلحين دول ونشوف اللي بيتم حاليا من جانب الكنيسة المصرية، هل هو تنصير أم كرازة؟ مصطلح التنصير يمكن تعريفه على أنه كل جهد يبذل لإدخال غير النصراني إلى النصرانية. أما مصطلح القرازة طبقا لما ورد في موقع الأنبا تكلة، هي المناداه علنا بالإنجيل للعالم غير المسيحي، فهي ليست المواعظ الدينية لجماعة مغلقة من المبتدئين، لكنها التبشير العلني بعمل الله الفدائي بالمسيح يسوع. ما يتم حاليا لا يسمى كرازة، إنما بيتم عملية تنصير لأي شخص غير نصراني بإغرائه بشتى الطرق، بالمال أو بالسفر للخارج. ولنا في نجلاء الإمام مثال يحتذى به في كشف أساليب التنصير في مصر. نجلاء الإمام كانت محامية مصرية أثارت جدل كبير لما أعلنت تنصرها، وانتقدت بشدة ما وصفتها بمافيا التنصير في مصر. قالت إن في حملات منظمة لتحويل الناس للمسيحية، وفضحت طرقهم في استغلال الفقراء والمحتاجين. تصريحاتها عملت ضجة كبيرة في المجتمع المصري، وأثارت نقاشات كثيرة حول حرية العقيدة وأساليب التبشير. الموضوع كان معقد وحساس، وخلى ناس كتير تتكلم عن تأثير التنصير على النسيج الاجتماعي في مصر. وبعد القبض عليها قبل سفرها للخارج، أكدت إن هناك مافيا منظمة لجلب الأموال من أقباط المهجر لحساباتهم الخاصة بدعوى دعم المتنصرين. كما أكدت أن مافيا التنصير تقوم بتصوير المتنصرات وابتزازهن، وأحدهم قبض 170 ألف دولار باسمي، يعني الموضوع كله سبوبة مش كرازة باسم المسيح ولا الإنجيل زي ما بيضحكوا بيه على الناس. ومن نجلاء الإمام إلى فضيحة مكار يونان الأخلاقية مع المتنصرين، ونشوف وثيقة مسربة بتقول إن القنبس مكار يونان متورط في فضائح أخلاقية مع نصرانيات. والكلام ده جاي من شهادة القس يعقوب سكرتير مطرانية أسيوط. كمان الوثيقة بتذكر شخص اسمه محمد أحمد حجازي اللي أعلن تنصره، وإنه بيفرح لما يشوف مراته مع مكاري علشان يبتزه بفيديوهات. الوثيقة برضو بتتكلم عن كاهن تاني اسمه بولا فؤاد، اللي الكنيسة شلحته بعد ما الأنبا بيشوي شاف أفلام إباحية له مع النصرانيات. الموضوع صادم وفي فضايح كبيرة حسب الوثيقة، وإليكم نص الوثيقة. صاحب النيافة الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط والبراري ورئيس دير القديسة دميانة سلام ونعمة. صاحب النيافة: لقد أرسلنا لكم العديد من الرسائل بخصوص المتنصرين الذين تستضيفهم بعض الكنائس القبطية، ولقد طالبنا سيادتكم بطرد هؤلاء المتنصرين من رعاية الكنائس القبطية، وذلك لعدة أسباب. ألف: منهم دخل المسيحية لرغبتهم في الحصول على شهادة معمودية حتى يتسنى لهم الهجرة للخارج بحجة الاضطهاد الديني، ولقد أرسلنا لكم عبر الفاكس العديد من أسمائهم. ب: العديد منهم يرغب في الحصول على نفقات معيشية مرتفعة، ويكون دخولهم المسيحية بما أشبه بالوظيفة وليس عن إيمان واقتناع، وليست من مهام الكنائس الصرف على العاطلين وراغبي الحياة الكريمة بدون أي مقابل. ت: كثرة المشاكل التي يفتعلها المتنصرون التي هي أشبه بالفضائح، مثل تورط المنصرة كارمن في علاقة محرمة مع كاهن كنيسة البليانة بولا فؤاد، وتورط القمص مكاري يونان كاهن كنيسة الأسبكية في علاقة جنسية مع المتنصرة زينب علي، وقيام زوجها المتنصر محمد حجازي بتصويرهم في أوضاع جنسية، وقيام المتنصر بابتزاز القمص مكاري يونان والحصول على أموال من جناب القمص. ومرسل لكم قائمة بالمبالغ التي قام المدعو محمد حجازي بابتزازها. صاحب النيافة: الأغلبية العظمى من المتنصرين أصحاب نفوس ضعيفة ومترددة، وعلى استعداد لبيع أغلى ما عندهم من أجل المال، ولا مبرر للكنيسة لحمايتهم والإنفاق عليهم. فهناك العديد من المسيحيين أكثر أولوية من هؤلاء المتنصرين، ولقد وددت وتمنيت وأنا أعلم أنه لن تتحقق تلك الأمنية أن يعرض قداسة البابا على شيخ الأزهر مبادلة المتنصرين بالمرتدين الذين تركوا الإيمان المسيحي، فنأخذ مرتد ونعطيهم 10 متنصرين. صاحب النيافة: نتمنى تأخذ موضوع المتنصرين بالمزيد من العناية والاهتمام. صادر فيه 6/9/2008. أظن مفيش دليل أوضح من كده. طيب تحب تشوف الكرازة على أصولها باسم المسيح؟
شوف نماذج من أخلاق المتنصرين اللي تم تكريزهم باسم المسيح، ونبدأ بقدوتكم رحومة. وبعتذر عن الألفاظ اللي هتسمعوها من الشخص اللي تم كرسته باسم يسوع، وبنوه على حضراتكم انكم تسمعوا المقطع ده في سماعة وعدم تعلية الصوت لعدم خدش الحياة، لان فيه ألفاظ خارجة. إن لله وإنا إليه راجعون، ندوم لله واحد يا فندم، وكلها هنموت وبنعز سيادتك في موت الفقيد يا فندم. مين هو الفقيد؟ انت حضرتك مش بتحتفل بموت يسوع حضرتك؟ مش العقيدة كلها قائمة على موت يسوع؟ يسوع يقول في الكتاب يا ابن الوسخة يا شرموت، يا ابن المتياكة. أيوة. يا ابن المتياكة يا خبر. أيوة. كمل. سامعين؟ ده الدكتور رحومة، ده الدكتور رحومة حضراتكم. هذا بيدعي ان هو مش عارف الرئيس، رئيس ما اعرفش، رئيس جامعة إسلامية ولا عميد ولا. اتفضلوا حضراتكم، اتفضلوا. ده الدكتور اللي بيقول عليه اتنصر، محمد رحومة، الدكتور محمد رحومة ده اللي بيقولوا عليه كان مسلم واتنصر، بيقول لك كان عميد كلية إسلامية. تسجيل زي ما هو، ما حدش يشيل حرف من كلامه. ده اللي بيقول لك ان ما تشيل منه حرف، الله يبارك لك، ما تشيل منه حرف. بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي بيدخل الإسلام أفضل النصارى، واللي بيدخل المسيحية أقذر المسلمين. أنا بعتذر عن الألفاظ اللي وردت من المتنصر رحومة، واللي المفروض أن يكون تم كرسته باسم يسوع المسيح، والمفروض يتبع وصاياه، ومنها نهي عن الشتيمة لما قال ولا سرقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. والغريبة ان لما يجيبوا حد ويقولوا عليه انه عابر او ترك الاسلام يقول تركت الاسلام، لان المسيحية دي المحبة. بعض وعظة من تعاليم المسيح اللي هي بتقول احبوا اعداءكم، وهذه الاية اللي موجودة في انجيل متى الاصحاح الخامس اية 44 صراحة لمست قلبي لمسة كبيرة جدا، وابتديت اشوف وافهم ليش العائلة اللي قابلتها اول مرة تقريبا قبل 12 سنة ليش هم عائلات فيها اخلاقيات وسلوكيات حسنة، لانه المسيح هو كان معلمهم، وفهمت ايش معناه انك تتبع المسيح. الاختيار حسب الحروف الابجدية كان انجيل متى، اخدته ورحت البيت قريت، عجبني كلام المسيح قوي اللي في العظة على الجبل لما قال وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم وطرودنا. حفظت الكلام الجميل وعجبتني شخصية المسيح. فقبل يعني وقت صلاة المغرب وأنا جاي بتوضى كنت بجيب حاجات من عند الراجل ده، وأنا بفتح الإنجيل كده بسر فيه كده، يعني جاء على إنجيل متى. جيت عيني أول حاجة على إنجيل متى 5، يعني لا أحبوا أعداءكم باركوا لعينيكم. الله الله. فالمسيح له احبوا اعدائكم. فهنا بيقول لا العن. فانا هنا اتمسمرت، يعني رجع فصلي لا، ما لو الاثنين دول من عند الله يبقى الاله ده متناقض، اما ده من عند الشيطان اما ده من عند الله، لان برافو يعني برافو 180 درجه بعيد عن بعض. برافو برافو. ده اداني دافع ان انا يعني اتعمق في المسيحيه يعني، واقرا الكتاب المقدس. حلو قوي. فطبعا بعد تعمق كده يعني نشكر الله قبلت المسيح رب ومخلص. مبارك اسم الله. امين امين، مبروك عليك. ونعم المحبة اللي خلتكم تقبلوا المسيحية وتكرزوا بيها، بس للأسف كلام نظري فقط، لكن عمليا بنشوف حاجة مختلفة تماما. كلام الأخ وسام صحيح فعلا، النصراني اللي بيعتنق الإسلام عن اقتناع ولله وفي الله هو أفضل النصارى، واللي بيدخل النصرانية هو أقذر المسلمين، وده اللي بيعترف بيه رحومة دايما وبيجري الله الحق على لسانه. ما رب لا بالسن ولا بالغنى ولا بأي حاجة ولا بالوضع الاجتماعي يا رب، ده انت بتختارنا من المزابل يا رب. يعني مش اي ناس احنا، مش اي ناس، والعالم يعرف مين احنا، مين المسيحيين الجدد، مين المتنصرين، مين اللي اختاروا المسيح. احنا ولا حاجة، انا زبالك يا راجل، من غير حلفان ما باين على وشك. هو فعلا باين على وشك، بس اكيد مش الناس الزبالة بس اللي بتقبل يسوع، اكيد في فئة تانية بيقبلهم يسوع، وانت ذكرت واحد منهم في احدى حلقاتك اللي كانت بعنوان عم سليمان يرقص بالشوارع يسوع قبلني وانا حرامي. يعني عم سليمان فرحان ان يسوع قبله كحرامي، زي واحد صاحبنا برضه اختلس اموال حفل خيري بجامعة المنيا وهرب برا مصر ويسوع قبله برضه من غير لا دراسة ولا علم ولا مقارنات ولا إيمان. يعني
يعني الراجل ده ما جاش كده المسيح تجيب معجزة، ما جاش كده بإيمان ولا دراسة ولا مقارنات ولا نونو. وناخد نموذج أخير من المتنصرين اللي بيطلق عليهم عابرين وقبلوا يسوع وتعليم يسوع، ونشوف أثر تعليم يسوع على سلوكهم. الشخص ده بيطلق عليه زكريا بطرس مكافح الإسلام، فنشوف هيكافح الإسلام بأي طريقة وبأي أسلوب. معنا الأخ مكافح الإسلام. أهلا أهلا بيك يا مرحبتين، تفضل شرفنا وأمتعنا في مكافحتك في لهذا الخداع، تفضل. فروسي عندنا في أبليكيشن، تطبيق كده بتاع الشرميت وبتاع الوحاب، بتكتب بياناتك وبتلاقي الوحاب بيكلموك يقول لك تعال لنا أو إحنا نجيلك، لو عايز تدمع أحلى النسوان هيقول لك البيت عندك ويعمل لك اللي أنت عايزه، خمس ست نسوان لو عايز، تمام؟ والنسوان هنا أكتر من الرجالة، أخدت بال سعادتك؟ ده أنت مداه ده بقى في شغل. انا نعم انا سعيد ابو مصطفى، يعني اسمي الحقيقي سعيد ابو مصطفى، مش اسمه مركب، يعني انا ابو مصطفى، انا عندي مصطفى ابو مصطفى، سعيد ابو مصطفى. ايوه اهلا بيك حبيبي، تفضل. والله ابونا انا بس كان يعني اول حاجه يعني انت قدسك يعني اول واحد يعني خربت مملكه ابليس، مبارك اسم الله، صلعه قاسم ابن ابي كبشه. ولا تهتم يا قدس ابونا بكل ما يقال، في قاعده تقول اذا ذمك ناقص فاعلم انك كامل. ابونا وكمل واحنا بنتعلم منك. سلام المسيح يملا لكم حياتكم، ربي يبارككم جميعا يزيدكم من كل نعمه. النهارده عايز اتكلم على اختباري، بس يا رب حررني ولمسني من العبوديه واحتضني مره ثانيه وخلاني اشوف الحق واقرا الكتاب المقدس واتحرر من التقسيم. انا كنت وثني فتره طويله جدا، كنت بروح كنيسه ارثوذكسيه حضر ميليسا أخلص اختباري. أنا زمان كنت وثني تأسي بروح الكنيسة الأرثوذكسية وكنتش فاهم هما ليه بيعملوا التوبيس دي، وكان حطوا أيقونات وصور وبيحطوا حاجات زي كده بيحطوها في المكاتب بيبيعوا فيها شمع، والرب قال لا تصنع لك تمثال، ما كنتش أعرف. فكنت بروح في الكنيسة وبمسك الشمع، فمرة وأنا واقف لما كنت شمس أرثوذكسي كنت مسك الشمعة، وهي مسك الشمعة الكيان كان لابس أسود قوي وكان دهنه كبيرة قوي قوي قوي. ماما قالت لي ماما يا رحمة ما تقعدش مع في حاجة فيها دلمة، وهو كان لابس أسود طافيين الكنيسة، ولازم نسمع ترنيمة عشان نمجد الرب ونبعد عن التأسيين وكل الناس التأسيين الوحشين. لازم نبقى كتابيين، نمسك الكتاب المقدس كده ونقل ان الكتاب المقدس، نرفع الكتاب المقدس، الكتاب المقدس نقول له يا رب تفضل شرفنا وامتعنا في مكافحتك في لهذا الخداع، تفضل. برافو، تفضل شرفنا وامتعنا في مكافحتك في لهذا الخداع، تفضل. برافو برافو، ارفع ايدك للرب فوق، ارفع ايدك للرب، ارفع ايدك للرب، ارفع ايدك للرب، ارفع ايدك للرب، ما ترفعش ايدك ليه؟ ما ترفعش ايدك ليه؟
الرب يباركك ويبارك حياتك. أمين. فعلا الرب بارك عمله في الدعارة، والشخص ده أهان القرآن الكريم وقام رميه في البحر وقام بسكب الخمر على المصحف. فتعالوا نشوف أخلاق وتربية ابن زكريا بطرس واللي تم كراسته باسم يسوع المسيح. بابا مرة ثانية تحدثكم أنا ما كنتم وأسعد الله وقتكم بكل خير من المكان اللي أنا مش عارف هو فين بصراحة. ده الخريان كتاب المسلمين المقدس سورة إيه دي؟ سورة المؤمنون والذين يأتون مش عارف إيه والكلام ده. وطبعا ده من المملكة العربية السعودية من بلاد النبي. ده طبعا تضامن مع الأخ البطل سلمان موميكا ومع كل اللي يعرفوا خطورة هذا الكتاب. فده طبعا تضامن لكل الزعطيط الساعة سلم اللي قعدت مغرته على السويد عشان دولة بتكفر حرية التعبير وما إلى ذلك. طبعا بالنسبة لعمل الرئيس الروسي إنه احتضن القرآن في داغستان ما هو إلا سياسة عشان يضمن ولاء المسلمين الروس اللي بيحاربوا بصفوف أوكرانيا، ولا ليه علاقة لا بالأرثوذكسية ولا بأي شيء، والكثيرين من الروس يرفضوا ده. فالكتاب هو اللي دمر مجتمعاتنا وخرب أوطاننا. الكتاب ده مكانه وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا واحد اثنين ونص ثلاثة. أحب طبعا إيه مراعاة لمشاعر المسلمين عشان إحنا في العيد وكده شمبانيا لذة للشاربين. حلوة صلتك. نحط شوية على كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده تطبيقا لقول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا في آية تانية بس ثواني أستحضرها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم لعلهم يشربون. ندي شوية تاني الكتاب الله. ده مكانة القرآن الحقيقية وليست له أي كرم. كتاب داعشي إرهابي جاء إلينا من شبه جزيرة المعيز حتى يفرض علينا قوانين عربية متخلفة من 1400 سنة ويخلينا نعيش بيها في القرن 21. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ودمتم في رعاية الله. كان معكم سعيد أبو مصطفى مكافح الإسلام ومحارب الله ورسوله وشكرا. أظن ما فيش أقذر من ده سلوك لشخص بيحتضنه زكريا بطرس وبيطلق عليها عابر وبطل من أبطال النصرانية وإنه مكافح الإسلام. فهل كفاح الإسلام يكون بإهانة المصحف وشرب الخمر؟ واضح أنه ترك الإسلام اللي حرم الخمر علشان يشرب الخمر، وترك الإسلام اللي بيحرم الزنا علشان يمارس الزنا، وراح لدين المحبة وأحبوا أعدائكم وباركوا لعنيكم وبدأ يكره الأعداء ويهين كتابهم. فنصوص المحبة نصوص للإستعراض فقط ولتثبيت النصارى على دينهم. وبعد ما انتشر فيديو حرق القرآن وأهانته تم القبض عليه والتحقيق معاه من جانب الشرطة الروسية. Когда он снял то самое видео? Энто харат Куран? Энто дусла Куран? Менталатия. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тем الحكم على سعيد أبو مصطفى، هذا الاسم المستعار طبعا اللي هو سعيد عبد الرازق، اليوم بالسجن لمدة سنة ونص، وغرامة مالية قدرها 150 ألف روبل، يعني تقريبا بحدود 1700 دولار. طبعا سعيد منصور رزق عبد الرازق اللي هو سعيد أبو مصطفى من مواليد 23 يونيو 1995 اتهم بجريمة بموجب الفقرة باء الجزء الأول 213 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي تحت بند الشغب وعدم احترام المجتمع، بالإضافة إلى دوافع الكراهية والعداء الديني. جريمة تانية بموجب قانون الجزء الأول 148 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي عن عدم احترام المجتمع وإهانة المشاعر الدينية للمؤمنين طبعا المسلمين. والحمد لله رب العالمين على كل حال، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ودي كانت نماذج من المتنصرين اللي بيقول عليهم صاحب التعليق إن تم دخولهم المسيحية بعد تعرضهم للكرازة باسم يسوع المسيح. فيا ترى هل دي تعليم المسيح اللي طبقوها؟ النصراني بيقول
مش الكرازة دي كنت انت وكل مسيحي مطالبين بيها بأمر من السيد المسيح له كل المجد الذي قال اذهبوا للعالم أجمع للكرازة باسمه؟ النص اللي بيستدل بيه في نصوص تانية عكسه تماما، وبالتالي تدين كل ما ترتب عليها. فوفقا لنصوص العهد الجديد فإن رسالة يسوع كما يقولها شخصيا لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، هو نفس ما قد قاله في الإصحاح العاشر من نفس إنجيل متى. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وده معناه أنه لم يبعث إلا من أجل بني إسرائيل فقط وليس للعالم. وفي إنجيل مرقس الإصحاح الأول بيتكلم عن يسوع اللي كمل رسالة يوحنا المعمدان وبيكرز ببشارة ملكوت الله بنفس المضمون. وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. وهو ما يثبت إن رسالة يسوع كما تتضح من كل هذه الآيات تنحصر كما يقول هو في إعادة خراف بيت إسرائيل الضالة إلى رسالة التوحيد بالله الواحد وليس بالثالوث، وفي التبشير باقتراب ملكوت الله الذي هو العدل والسلام. نقطة تانية بيتكلم عنها صاحب التعليق وبيقول لكن رحتي لطريق الظلام والهلاك، والله ثم والله لقد ذهبت إلى الطريق النور إلى طريق الحق وهو عبادة الإله الواحد، إله ليس كمثله شيء، إله لا تأخذه سنة ولا نوم، إله لم يضرب ولم يصلب ولم يقتل ولم يهان ولم يمت ثلاثة أيام، فهو حي أزلي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تركت عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، عندما أحتاج شيء من الله يكفي أن أدعوه فيستجيب لي، ليس بيني وبينه واسطة أو كاهن أعترف عنده أو بشر يصيب ويخطئ، فقد اتبعت دين الهدى والطريق المستقيم، أما أنت فاتبعت طريق الشيطان، طريق عبادة بشر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. لم يقل لك أنا الله فاعبدني، ولكن قال لك أنا إنسان وجئت لبشر بملكوت الله، ونادى بالوحدانية عندما قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. فالمسيح ما هو إلا رسول أرسله الله سبحانه وتعالى كباقي الأنبياء والرسل. النقطة الأخيرة اللي ذكرها النصراني صاحب التعليق إنه بيقول لما الشيوخ بياخدوا المسيحيين الإسلام ويساعدوهم ويصيروا ينشروا الإسلام ويجيبوا في ناس للإسلام ويساعدوهم بيمر ده كله عادي بسماح ورضا، لكن لما المسيح يعمل اللي انطلب منه من ربه وسيده طوله تنصير. انت طبعا بتتكلم من خلال خلفيتك ومعرفتك بأساليب التنصير والمنصرين، فاعتقدت ان الشيوخ بياخدوا المسيحيين الاسلام على اساس ان الاسلام ده مبنى مغلق او دولة معزولة بتسمى الدولة الاسلامية ولها حدود، والشيوخ بياخدوا المسيحي غصب عنه ويجبروه ان يدخل الاسلام او يغروب المال زي ما بيحصل عندكم. الاسلام ليس دين اجبار او ضغط، اللي بيعتنق الاسلام بيعتنقه عن طيب خاطر ورضا وقناعة تامة، فالإسلام موجود في الصدور ولا يحد مكان ولا جغرافيا، فالمسلم يستطيع أن يمارس شعائره في أي مكان. أما المسيحي مش بيعمل اللي انطلب منه من ربه، لأن ربه ورب كل الناس هو الله إلهنا وإله المسيح وإله كل البشر. أما إذا كنت تقصد المسيح فالمسيح بريء من أمثالك وأمثال المتنصرين والمنصرين اللي همهم جمع المال، لأن لو الناس دي هدفها نشر رسالة المسيح ما كناش شفنا البزاءات من النماذج اللي عرضتها، فده بيسمى تنصير وليس تبشير أو كرازة. فهدف التنصير تثبيت إيمان المسيحيين وتقويته ومنعهم من سماع رسالة الإسلام الحقيقية. وفي نهاية الحلقة عايز أوضح إن هدفي مش مجرد الهجوم أو الانتقاد، بل كشف الحقائق والتأكيد على أهمية البحث والتفكير النقدي قبل ما نصدق أو ندافع عن حد. مهمتي الأساسية هي كشف حقيقة رحومة واخداعه للنصارى بيهمهم أنه يقوم بتسجيل المعابرين وهدفه هو جمع التبرعات، وطالما رحومة بدأ الحرب لازم يتحمل النتيجة. هعمل إعلانات ممولة لكل الحلقات اللي هكشف فيها خداع رحومة للنصارى. دايما افتكروا أن الدين معاملة وأخلاق قبل أي شيء. شكرا لمتابعتكم ودعمكم، ونشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.